من السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بالنسبة إلى القرآن الكريم، الله عز وجل من قوانينه التكوينية، هذا قانون كوني، سنة من سنن الله عز وجل، شلون الشمس فيها نور وحرارة، شلون الكرة الأرضية لها جاذبية، من أيضا من القوانين الكونية بالنسبة إلى القرآن الكريم أن الله عز وجل جعل العمل بالقرآن دواء وحل كل المشاكل، وترك القرآن ولو في زاوية منه سبب لكل المشاكل. ومجتمعنا مع الأسف بشكل عام قد جعل القرآن ديكوراً، طبعة أنيقة، إيش ما تكون الطبعة أنيقة يكون أفضل، يأخذ القرآن يبوس القرآن زين، يحترم القرآن، بالفواتح يقرون القرآن كأنه كتاب للأموات فقط، في بقية الأماكن لا يقرأ القرآن زين، على القبور يقرأ القرآن، يقرأ القرآن وفي أماكن أخرى لا يقرأ القرآن. طبعا القراءة في الفواتح وعلى القبور لا بأس به، مو إشكال في هذا الجانب، الإشكال من ذاك الجانب. الله عز وجل في القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. شنو دعوة الرسول كانت؟ هي القرآن. إذا واحد مريض راح للدكتور والطبيب أعطاه كتب له راتشته، هذا أخذ الراتشته وباسها وقبلها وعطرها وخلاها في إطار ذهبي في أفضل مكان في الغرفة، يصير زين هذا المريض؟ لا. ليش؟ لأنه هذا ما أعطي لكي يوضع في مكان محترم في المنزل، ولو أنه لازم واحد يحترم هذه الراتشته احتراما للدكتور والطبيب، وإنما هذا جعل للعمل. القرآن مهالشكل، القرآن الله عز وجل أنزله لإحيائنا. إحنا مع الأسف في مجتمعاتنا مبتعدين عن القرآن كاملا، تروح إلى المجتمعات غير الشيعية يهتمون بظاهر القرآن. قبل كم يوم الملك فهد مات زين، ما أدري 30-40-50 مليون نسخة من المصحف طابعة موزعة في البلدان الإسلامية، طبعة أنيقة. إحنا هم بالظاهر نحترم القرآن، أكو بعض المسلمين في الغرب ما عندهم أي التزام ديني، بس المريض عندما يتمرض ومرضه يصير شديد يخلونه فد قرآن على رأسه زين. هذا طبعا إحنا ما عندنا اعتراض على هذا الجانب، لكن هذا لا يحل مشكلة، وإنما هذا الأمر يسبب شكاية القرآن في يوم القيامة. بس مو فقط إحنا في مشاكل في الدنيا، وإنما في الآخرة هم تكون مش مشاكل. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا زين. هل المسلمون هجروا القرآن من حيث الظاهر؟ لا، ما هاجرين القرآن من حيث الظاهر. تفتح الإذاعات العربية أنت الآن والإسلامية من الصبح لليل، لابد أنه قسم كبير من وقتهم يملؤوا بالقرآن، وكل ما عازتهم برامج زيدوا القرآن زين، حتى الورق وقت يترسوه.
بعدين هم في مجتمعاتنا في الفواتح يقرأ القرآن، في البيوت القرآن موجود، بس كم شبر تراب على هذا القرآن، ذاك بحث آخر بس موجود. في الرواية بين قوسين أن القرآن الذي علاه التراب والغبار يشتكي إلى الله عز وجل، ثلاثة يشتكون إلى الله عز وجل، عالم بين جهال، عالم ضاع بين جهال، مسجد حجره أهله، والثالث هم القرآن اللي علاه التراب. الله عز وجل أرسل القرآن للعمل، وإحنا إذا ما عملنا حتى بجزء من القرآن هم هذا مشكلة. يعبد الله على حرف، يعني شنو الحرف؟ يعني طرف. الحرف في اللغة بمعنى الطرف، يعني على زاوية وعلى جهة، المكان اللي مصالحه تتأمن يعبد الله عز وجل، والمكان اللي مصالحه شوية يصير بها خلل أو صعبة يترك الأمر. المسلمون بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، اللي إحنا الآن المشاكل اللي نعيشها نتيجة ذاك الموقف، شنو تركوا من الإسلام؟ قسم من القرآن تركوا، ومو كل القرآن تركوا. صلاة يصلون، صوم كانوا يصومون، زين جهاد جاهدوا في سبيل الله عز وجل، وأكثر الآيات القرآنية عملوا بها، ولكن بعض الآيات القرآنية تركوها، زين، وذاك بدأ الخاط والمشاكل إلى يومك هذا. فإحنا ينبغي علينا في مجتمعاتنا وخاصة المجتمع العراقي، لأنه بين قوسين، أكو قبل تقريبا 100 سنة واحد كبير من البريطانيين اللي كان يشتغل في وزارة المستعمرات، كبير فيهم، كان عندهم وزارة اسمها وزارة المستعمرات، بالنسبة للمسلمين عنده كلمة جدا معبرة ودقيقة، ولازم نلاحظ أنه أسلوب حياة المسلمين من قبل 100 سنة لحد الآن، وكذلك الدول، حتى نكشف أنه شلون ذيك الكلمة وذيك الفكرة لحد الآن ده تحكم. يقول أنه سبب قوة المسلمين أمران. الأمر الأول القرآن، الأمر الثاني الحج. وإحنا ينبغي أن نفصل بين المسلمين وبين هذين الأمرين، إما أن نزيل هذين الأمرين القرآن والحج، وإذا ما قدرنا هذا الشيء نسويه أن نزيله من بين المسلمين، زين نحاول بأي طريقة من الطرق أن نفصل بين المسلمين وبين هذين الأمرين. إذا الحاج الآن بدال ما يكون مكان لاتحاد المسلمين، هو مكان لتفرقة المسلمين. أول ما تدخل تشوف البقيع مهدم مثلا، وذول الوهابيين هم واقفين على قبر الرسول، إن شاء الله الله يوفقكم إذا رايحين مرة ثانية، وإذا ما رايحين يوفقكم إن شاء الله، واقفين هالشكل، مشرك كافر كذا كذا، يعني هالشكل دائما محاولة لتمزيق المسلمين في الحج، تحويل عنصر القوة إلى عنصر ضعف. وبالنسبة للقرآن نفس الشيء، المناهج المدرسية أصلا مبتعدة عن القرآن كاملا. سابقا الطفل عندما يدخل يتعلم اللغة العربية، يتعلم القراءة والكتابة، أول شيء يتعلمه وهذا باستمرار هو القرآن. حتى القراءة يتعلم عبر القرآن، الكتابة عبر القرآن. الآن في مناهج المدارس هو ما موجود، حتى إذا موجود بأسلوب خبيث هم موجود حتى ينفر الإنسان من القرآن. قبل فترة كنا بكربلة، واحد نقل لي من أقربانا يقول ما أدري في الصف الثالث الابتدائي للرابع الابتدائي مادة القرآن سورة الظهار، أي مادة القرآن مخليها. أسب الله طفل عمره 10 سنوات، شلون تجي تعلم الظهار؟ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. شلون يعني هاي الآية في الطفل عمره 10 سنوات تريد تفهم الظهار، تفهم الكفار مالت الظهار وكذا، وحتى هي الآيات هم آيات يعني على الأطفال صعبة، حتى من الأول أصلا ينفر، كأنه مثلا يشوف حصة القرآنية فشي نايم على قلبه مثلا ويريد يتخلص منها.
المقصود أن القرآن الآن في مجتمعاتنا غريب، مو غريب من حيث التلاوة، يمكن يتلى، لكن غريب من حيث العمل، غريب من حيث الفهم. تدرون عندما الاستعمار الفرنسي أسس لبنان، لبنان هو في طول التاريخ جزء من الشام، في طول التاريخ جزء من الشام هو لبنان. استعمار الفرنسي عندما احتل هاي المنطقة أسس الشام، فصله وسوى فيه حكم صليبي، ولحد الآن رئيس الجمهورية يكون لازم مسيحي، وأهم المناصب بيدهم. من الأمور المهمة اللي يعني ساهمت في تأسيسهم للبنان، البرنامج اللي سووه بالنسبة إلى لبنان، هو أنه في لبنان عندما أسسوا نظام صليبي ركزوا على اللغة العربية. مجموعة من المسيحيين ذولا تخصصوا في اللغة العربية. المنجد شايفيه بعد هذا الآن أهم كتاب لغوي موجود. من مؤلف المنجد؟ الأب لويس معلوف، قد واحد مسيحي، مهم فقط مسيحي، هم كان قسيس. الأب لويس معلوف. وعدنا عدة من الأدباء العرب الكبار في القرن الأخير مسيحيين من لبنان، جبران خليل جبران وأمثاله. الهدف شنو هو؟ الهدف السيطرة على اللغة العربية، توجه اللغة العربية وجعل الكلمات القرآنية كلمات غريبة. الكلمة الغريبة الإنسان لما يسمعها ما يعرف معناها، أما الكلمة اللي كل يوم يسمعها يعرف معناها. والليل إذا عسعس، شنو عسعس؟ يمكن إذا تسأل 99% من الناس عسعس شنو معناه؟ بدري. والسماء ذات الحبك، حبك شنو هو؟ مو معلوم لأكثر الناس، مو فقط لأكثر الناس، حتى الناس اللي عندهم إلمام باللغة، في حين أن القرآن نزل بلسان عربي مبين. لكن إذا هاي الكلمة أو هاي الكلمات أنت أصلا ما سامعها، الإنسان ينسى معناها، حتى لو هم راح راجع اللغة. بعض الأحيان الإنسان يراجع كلمة في اللغة، زين، يفتح الكتاب اللغوي يشوف معنى الكلمة، بعد يومين ينساه، لازم يراجعه. ليش؟ لأنه هاي الكلمة لا تتردد كثيرا. بعدين هم السيطرة اللغوية على الإعلام، فالإعلام الآن يعني الكلمات اللي يستعملها الأساس هالشكل، أنه لا تكون كلمات قرآنية أو تشويه للكلمات القرآنية، يعني المعنى في القرآن يكون بشكل والآن المستعمل بشكل آخر. مثل الإرهاب مثلا، هذا كمثال أذكره. الإرهاب كلمة قرآنية وهذه من صفات المؤمنين بس بمعنى آخر. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الآن الإرهاب معناه شنو صار؟ صار معناه قتل الأبرياء وترويعهم وأمثال ذلك. حتى الآن صاير في بعض الناس ذول المتشددين التكفيريين الوهابيين يقول إيه الإرهاب زين في القرآن موجود، مع أنه المعنى القرآني غير هذا الشيء. قد واحد أكو مؤلف جزائري معروف اسمه مالك بن نبي يقول فت فكرة كانت ولا زالت موجودة أن الدولة الإسلامية هي دولة واحدة، فكانت فكرة أنه البلاد الإسلامية بلاد واحد من طنجة إلى جاكرتا، جاكرتا عاصمة أندونيسيا أقصى الشرق الإسلامي، وطنجة هم مدينة في المغرب أقصى الغرب الإسلامي. يقول أنه هذه فكرة لتخريب هاي الفكرة سووا فد مؤتمر مفضوح جدا استعماري في طنجة، مدينة هي طنجة في المغرب، زين، حتى شنو يكون الغرض؟ يكون الغرض أن هذا المفهوم من طنجة إلى جاكرتا اللي هو مفهوم جميل في أذهان المسلمين، بس ما تقول طنجة يتقزز من هذا المفهوم. ليش؟ لأنه هذا المؤتمر الاستعماري المفضوح، يعني هم كانوا يحاولون أن يكون مفضوح. فالمقصود أنه هسه هذا عملهم،
هم يعملون بمختلف السبل لإبعاد المسلمين عن القرآن. إحنا المفروض علينا أنه مثل ما نحاول تعليم الناس ألفاظ القرآن، وهذا أمر مهم لأنه هو مقدمة للعمل، القراءة والفهم مقدمة للعمل، كذلك أيضا نحاول أن نفهم المعاني القرآنية وأن نطبقها في حياتنا. القرآن الله عز وجل يقول ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذا المقصود بالكتاب المبين هو القرآن الكريم كما في بعض التفاسير، فمو المقصود من الرطب واليابس يعني كل قضية جزئية مذكورة في القرآن، المقصود أنه كل ما يرتبط بحياة الإنسان ولو بشكل كلي أو ضمن أحكام كلية موجودة في القرآن الكريم، لأنه القرآن الكريم حسب تعبير أحد العلماء يقول القرآن الكريم كتاب التشريع كما أن الكرة الأرضية هي كتاب التكوين. في الكرة الأرضية الله عز وجل جعل كل ما هو في حاجة الإنسان يحتاجه، الآن في الكرة الأرضية كل شيء أكون للإنسان يحتاجه، كذلك في القرآن لأن القرآن كتاب التشريع والأرض كتاب التكوين. الآن معدن النفط، النفط هو من المعادن، النفط موجود في الأرض، يستخرج من النفط 70,000 حاجة، 70,000 قسم من الصناعات والأشياء تستخرج من النفط، البلاستيك أحدها. الآيات القرآنية من هالشكل، آيات القرآنية هي كتاب التشريع، كل شيء موجود بها، بس بحاجة أن الإنسان يتأمل ويعمل الفكر ويستنبط حتى يوصل إلى النتيجة. هسه المقصود أنه إحنا جذر حلول مشاكلنا هو القرآن. أكو في حديث شريف ما معناه أن المسلمين يعملون بالقرآن فيقبل الله عليهم، ثم يعرضون عن القرآن فيعرض الله عنهم، ثم يقبلون على القرآن فيقبل الله عليهم. بس أعرضوا من القرآن لحد الآن مستمر، فالله أعرض عنهم. بس شو وقت يقبلون؟ نأمل أنه إحنا نكون في هذا الزمان اللي المسلمين يقبلون إلى القرآن. قلت الإقبال إلى القرآن مو فقط بالقراءة، لا، هذا مقدمة. ذا الأحاديث الشريفة الواردة حول القرآن الكريم الإنسان يلاحظها أحاديث عجيبة جدا، بحيث أنه الإنسان يعني بعض الأحيان يشوف أنه عدم قراءة القرآن وعدم الاهتمام به قد يصل إلى حد الحرمة. هو بالأساس مستحب قراءة القرآن، لكن بعض الأحيان يكون إلى حد الحرمة، احترام القرآن بقراءته وبالتفكر به وبالعمل به وباستعمال كلماته حتى شوية شوية تصير كلمات مأنوسة لدى أذهان الناس. وإحنا مثل ما أنا ذكرت لكثير من الإخوة، إحنا دائما مشاكلنا نلقيها على الآخرين، دائما هالشكل، كل إنسان هالشكل تقريبا، عنده مشكلة ليش ما يقول صوتي آني، يقول صوت الآخرين. الآن ليش العراق هلقد مشاكل فيه؟ زين، استعمار. لا، الاستعمار يجي يستفيد من المشكلة، الأساس إحنا، المشكلة فينا. الاستعمار يأتي ويستفيد من هذه المشكلة. مثل أفرض واحد عنده ذهب مخلي الذهب بالشارع، الحرامي أجا باق الذهب، يقولوا له ليش الذهب كان باق؟ يقول حرامي أجا. يقولوا له الحرامي صحيح، بس أجا استفاد من عدم احتياطك أنت. واحد يخلي ذهبه بالشارع، وطبعا إذا خلى ذهب بالشارع الحرامي يجيبوه. الاستعمار جاء واستفاد من نقاط ضعفنا، إحنا ضعاف، إحنا المشكلة فينا، ونحن أقوى من الاستعمار بكثير، ولكن إذا التفتنا، إذا عملنا. يقولون أول ما
أجى السفور إلى بغداد قبل أكثر من 100 سنة، فواحد من علماء الكاظمية ينقل بالواسطة، أنقل لكم، يقول أول ما جاء السفور في بغداد يقول 2 أو 3 نساء فجأة شفناهم سافرات يمشون في بغداد. يقول هو استغربنا جدا استغراب كبير، لأن السفور من المنكرات الشديدة، عسى يمكن صاير عادي لكثرة ما انتشر في البلاد الإسلامية. يقولوا هواية احنا استغربنا من هذا الأمر، بعدين حققنا شفنا السفارة البريطانية جايبة ذولا، شغلهم أنه من الصبح لليل يفترون في شوارع بغداد، بس هذا شغلهم، حتى العيون تتعلم شوية شوية قبح الذنب يروح. يقول رحنا إلى أحد المتنفذين، قلنا له يابا هاي مشكلة كذا تعالوا حلوها. قال لا مهم، هسه 4-5 مسيحيات جايين من بريطانيا، شنو المهم هذا؟ يقول بعد فترة شوية شوية أكو بعض المسلمات شوية شوية هم تركوا الحجاب، خلال 2 سنين انتشر الحجاب في بغداد. يقول رحنا له هذا الشخص المتنفذ، والآن بعد انتشر تعال حل المشكلة. قال اتسع الخرق على الراقعي، خلاص اتسع الخرق ما نقدر نسوي شيء. المقصود أنه إحنا المشكلة فينا، لا نلقي بالمشكلة وبالكرة في ملعب الآخرين. الآن في العراق إذا إحنا صلحنا كل شيء راح يصلح، إذا إحنا ما صلحنا زين يمكن شوية الظاهر يستحسن، الظاهر يتعدل، لكن تصير المشكلة أكبر بطريقة أخرى. سواء لو هذا خارج عن الموضوع بس نذكره لا بأس به، أنه إحنا الآن في العراق نواجه 3 تحديات. التحدي الأول تحدي الوهابي، هذا الأمر على الرغم أنه في خسائر كبيرة لنا من القتلى والشهداء، الواحد كان يقول إحصائيات غير رسمية 55,000 لحد الآن قاتلين من الشيعة، لكن هذا الأمر على رغم أهميته يزول كم يوم بعد الحكومة تصير قوية وتصير ثابتة، وهاي الأمور راح تنتهي ما راح تستمر. التحدي الثاني اللي موجود التحدي العلمانيين إن صح التعبير، مجموعة من الشيعة عندهم تفكير خاص، تفكير علماني، هذا هم مو هالقد مهم. ليش؟ لأنه بالنتيجة الشعب متدين، العلمانيون لا يتمكنون من التأثير في مجتمع متدين، وشفته بالانتخابات السابقة. التحدي الخطير المهم التحدي الثقافي الغربي، هذا جدا خطير، لأن الغرب عنده فد شيء يسموه العولمة. العولمة هي فكرة جيدة، لكن غرضهم من العولمة غرض غير سليم، غرضهم من العولمة توحيد ثقافة العالم على نمط الثقافة الأمريكية، ولا هي أصل فكرة العولمة فكرة إسلامية، وهي نشر الفضيلة في كل العالم، وأن كل العالم يتمسك بالفضيلة ويبتعد عن الرذيلة. لكن العولمة الأمريكية توحيد ثقافة العالم على نمط الثقافة الأمريكية، وكل الأدوات هم عندهم. الآن هاي القمر الأوروبي يبث حوالي 600 قناة فضائية، واحد من الأخوة كان ينقل يقول بعض هذه القنوات هو مخصوصة بالقمار، 24 ساعة قمار، وحوالي 160 واحدة من هذه القنوات إما بشكل مستمر 24 ساعة أو قسم من الوقت منهم لبث الفساد، لو كل الوقت لو قسم من الوقت، فمئات الفضائيات موجود. واحد من الأصدقاء كان ينقل يقول فد أكو فد قمر عربي 20 قناة غنائية 24 ساعة،
في أي أمة من العالم ماكو هالقتل. حتى في أمريكا ما عندهم هالقد قنوات غنائية، 20 قناة 24 ساعة غناء. هذه أدوات للعولمة الغربية ووسائل وأخرى عندهم. يعني مثلا الأمريكان قبل سقوط بغداد مشروعهم، طبعا الآن شوية مشروع متوقف للمشاكل اللي عانوها في العراق، تأسيس 24 ألف مدرسة في العراق، مدارسهم نموذجية، أفضل الأساتذة وأفضل المناهج. يعني الوالد أو الوالدة يشوف أنه الابن لو البنت أرسلها إلى هذه المدرسة بالنتيجة راح يتعلم تعلم زين، وخاصة في ضوء أن المدارس في العراق مستواها جدا متدني من الجهات المختلفة. وبس تعليم هو يعني بس يتعلم يصير طبيب أو مهندس أو شيء، لو هذا تزريق الثقافة الغربية في أذهانه. فالمقصود أنه كل الأدوات هم موجودة عندهم. فأنت الآن تعيش في هذا، هذا التحدي الأهم. قلت التحدي الوهابي على رغم أهميته والخسائر اللي إحنا نتكبدها مو هالقد مهم، واللي يقتل يروح إلى الجنة إن شاء الله. التحدي العلماني هم مو هالقد مهم. ليش؟ لأنه كل انتخابات الشعب متدين راح يسقطون بالانتخابات كما سقطوا بالانتخابات السابقة لولا التزوير اللي سووه. بس إذا ليش الانتخابات سووا تزوير، الانتخابات القادمة ما يقدرون يسوون تزوير. التحدي الغربي هو هذا التحدي المهم جدا، الغزو والهجمة الثقافية الغربية. إذا إحنا لن نلتفت فبعد فترة راح نشوف حتى أبنائنا تفكيرهم تفكير غير شكل صار. فالواحد كان يقول لي عن أصدقائنا في الدنمارك، قال أكو بعض المسلمين هناك بالغرب مو ملتزم، يعني والعياذ بالله يشرب خمر مثلا، يأكل لحم الخنزير والعياذ بالله، زين مو ملتزم. قال هذا خطر، ولكن الأخطر من بعض المسلمين دي الآن منظومته الفكرية دي تتغير. يعني هذا اللي يشرب الخمر يدري أن الخمر مو زين، في يوم من الأيام الله عز وجل يمكن راح يوفق للتوبة. لكن إذا اعتقد أنه لا زين، هذا بعد لا يوفق للتوبة، راح منظومته الفكرية تختل. إحنا إذا عملنا، ومن الأعمال هي هاي البرامج القرآنية، تعليم الناس القرآن والأطفال وفهم القرآن والعمل بالقرآن. إذا إحنا عملنا كل مخططاتهم وبرامجهم راح تفشل. أنا أمثل لكم مثال، قبل 6 سنوات أنا شخصيا رحت إلى تركيا، نفوسها حوالي 60 مليون إلى 70 مليون. إحنا في السفرة هناك سافرنا حتى نستطلع الأمور، نشوف شلون واحد يقدر يشتغل. استرينا شوية في تركيا مع بعض الأصدقاء. أنا شيء غريب لاحظته في تركيا حقيقة. تركيا الآن 80 سنة نظام علماني، يعني من يوم سقوط الخلافة العثمانية في سنة 1922 لحد الآن 83 سنة. نظام علماني هم مو فقط نظام علماني، أكو بعض الأنظمة العلمانية ما تعارض الدين، تقول السياسة ما لها دخل بالدين. زين أنت تريد تبني مسجد، تريد تصلي، تريد كذا، حر أنت، بس لما يوصل للسلطة والسياسة أنت بعد الدين عنه. أما بعض الأنظمة العلمانية مثل تركيا لا، تحارب الدين، مو فقط أنه منعت الدين من السياسة، تحاربه. يعني تدرون لحد الآن الحجاب في مدارس تركيا ممنوع، لحد الآن حجاب ممنوع. بس احنا نهوس على فرنسا، مع انه في فرنسا الحجاب فقط منعوه في المدارس العامة الحكومية بس، في المدارس الخاصة واكثر المسلمين في مدارس خاصة طبعا مو ممنوع الحجاب، بس بالمدارس العامة. في تركيا لا، في كل المدارس ممنوع 80 سنة لحد الآن، ومحاربة علنية. يعني كثير من قوانينهم لحد الآن، العمامة ممنوعة في تركيا، معمم ممنوع يمشي بالشارع إلا فد واحد ضيف جاي من برا. أنا شفت في المساجد إمام الجماعة يجي بالسترة والبنطرون هناك، يفتح فد قاصة أو شيء، يطلع العمامة يخليها على رأسه،
والصاية يلبسها أو الجبة، يصلي صلاة الجماعة، لما يريد يطلع برا يخليها بالقاصة في أمان الله، أو لما يريد يغسل الأموات هم هذا، إذا يريد يغسل الأموات خلي عمامة ما بمشكلة. محل بيع الخمر، كل شبر أكو محل بيع خمر. ويحاربون محاربة شديدة للإسلام. بعدين شيء آخر غريب، عندهم 16 قناة أرضية، هذه 16 قناة أرضية بعضها الصدق وضعها جدا تعبان إلى أبعد الحدود، يعني حتى أسوأ من القنوات الغربية، مو هم فضائية، لا التلفزيون العادي هم يسحبها. ولكن الشيء اللي لاحظت أنا، شفت أنه وقت الصلاة المساجد تمتلئ بالناس، حتى بعض الأحيان بعض المساجد مرتين يصلون، فد مسجد شفت 3 مرات صلوا، يعني يصلي أمام الجماعة ماكو مجال، أكثر الناس ورا بالشارع واقفين، وجبة الأولى تطلع وجبة الثانية تدخل، وجبة الثانية تطلع وجبة الثالثة تدخل، حتى صلاة الصبح. الحجاب في المدن الصغيرة والقرى ماكو سفور أصلا، وحتى في المدن الكبيرة مثل إسطنبول الحجاب أكثر من السفور. واحد هم اللي كان ويانا يعني مضيفنا قال دول السافرات أكثرهم هم سواح جايين من برا، يعني مو من أهل المدينة. استغربت جدا، مع أنه غيروا اللغة العربية، الكلمات يعني الحروف العربية هاي أيضا من محاربتهم القرآن، حروفهم سواها حروف لاتينية، مع أنه اللغة التركية كانت تكتب بالحروف العربية. فواحد يريد يتعلم القرآن المفروض أنه يتعلم هم الحروف وبعدين هم يتعلم القراءة. هسه مثلا في إيران أو في الباكستان الحروف نفس الحروف، بعد هذا اللي يريد يتعلم القرآن ما يحتاج أنه يتعلم الحروف العربية، بس لازم يتعلم القراءة أو اللهجة مثلا. زين، هناك المدارس القرآنية مليئة، أنا بعيني شفت كل مسجد به مدرسة قرآنية، أطفال يجون يتعلمون الحروف العربية ويتعلمون القرآن. صدق أنا استغربت، خلال فترة من أوائل 90 إلى 2000 تقريبا، خلال هاي الفترة 10,000 مسجد بني في تركيا. فشوية لما تكلمنا مع أصدقائنا الأتراك من الشيعة أتبين أنه صحيح أكو محاربة للإسلام بمختلف السبل، ولكن بالنتيجة الشعب شعب مسلم. شوية المؤمنين اشتغلوا كل ذاك العمل صار هباء منثورا، حتى سياسيا الآن تدرون خل الحزب اللي يحكم حزب إسلامي، هذا الحزب الإسلامي قبل 6 سنوات فاز بالانتخابات، سووا مؤامرة عليه طيروه من السلطة وحلوا البرلمان، سووا انتخابات ثانية مرة ثانية فاز، ذاك الوقت كان اسمه حزب الرفاه، أصلا حتى الحزب من عار اسما حزب الفضيلة، صار حزب الفضيلة هم طيروا ومنعوهم، فدمرية فازت بالانتخابات دخلت بحجاب، مو فقط سقطوا عضويتها في البرلمان، يعني مو فقط سقطوا عضويتها من البرلمان، حتى سقطوا جنسيتها التركية، سقطوها أصلا. مرة ثالث سووا انتخابات هم الإسلاميين فازوا، هذا رئيس الوزراء الحالي سووا لفت قضية تافهة حتى لا يصير رئيس الوزراء، حكمه بالسجن 5 سنوات معلق السجن والمنع من تبوء منصب حكومي 5 سنوات حتى ليس رئيس الوزراء، بس مو حزبه فاز بالبرلمان صوتوا قانون غيروا الحكم ورجع صار رئيس الوزراء، شافوا ماكو بد منهم، حتى لو يسوون انتخابات أخرى هم راحوا يفوزون. ليش؟ لأنه الشعب يريدهم. فبناء على ذلك جو قالوا يا ما يخالف اتفقوا وياكم، حصة لنا وحصة لكم. المقصود شنو هو؟ المقصود أنه أنت لما تشتغل الشعب شعبك مو شعبهم، حتى لو هم 80 سنة يشتغلون ضد الإسلام وكل المناهج مسويها ضد الإسلام، لكن الشعب شعبك، الشعب مسلم والإسلام له قوة ذاتية. فإحنا الآن في العراق التحدي الكبير الغربي، هذا التحدي الكبير الغربي يمكن أن نتغلب عليه بشرط العمل، قراءة القرآن، فهم القرآن والعمل به، أحكام الشرع. الإسلام هم مو فقط
واجبات ومحرمات. الإسلام نظام متكامل، أخلاق، آداب، هذه ضمن الإسلام. بعد النظام السابق قد ما قدر فلش، إحنا علينا أن نبني، حاول هذا الطفل اللي جاي تربيه تربية، يتعلم لفظ القرآن، يتعلم معنى الكلمات، يتعلم المفاهيم، يتعلم شلون يطبق هذه المفاهيم القرآنية في حياته. والطفل قابل للتغيير بسهولة. الرسول صلى الله عليه وآله حينما كان يرسل أحدا للتبليغ كان يقول لهم عليكم بالأحداث. هذا اللي شيء تغييره صعب، أما الشاب لا زال صفحة بيضاء. الأحداث هذا يمكن أن تركز في ذهنه الشيء اللي أنت تريده، عليكم بالأحداث، فيكون هذا درس قرآني لكن تدريس وتعليم وتربية للنظام الإسلامي المتكامل، حتى هذا الطفل وهو صغير يتربى تربية سليمة. عمر بن عبد العزيز هذا من بني أمية كان، طبعا هو جدا خبيث كان هذا عمر بن عبد العزيز، هو رفع السب عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. قال له ليش منعت السب عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام؟ قال أنه والحاصل أنه هو كان طفل، والله كان يرسله إلى معلم، هذا المعلم كان متشيع، وهو يعلم القرآن في نفس الوقت يركز في ذهنه أنه سب أمير المؤمنين مو زين، أمير المؤمنين خوش إنسان هالشكل تعبير، أو معاوية ابن يزيد ابن معاوية لما يزيد مات صار خليفة صعد المنبر وذم أباه وجده ومدح الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وأمير المؤمنين واستقال. السبب شنو كان؟ السبب أن المعلم القرآن معاوية بن يزيد، معاوية بن يزيد معلم القرآن اللي كان عنده، هذا المعلم رباه على التشيع. ذولاك بني أمية شافوا فضيحة زين سموه ومات مسموم، والآن قبره موجود في الشام يزار. المقصود شنو هو؟ المعلم له تأثير مهم جدا، لا يكون اهتمامنا فقط بالألفاظ، تربية كاملة. نسأل الله عز وجل أن يوفقكم وإيانا لما فيه الخير والصلاح، ويكون هدفنا جلب رضا الله عز وجل مو الاسترزاق بالقرآن. هذا من الرذائل أنه واحد يسترزق بالقرآن، يعني يخلي القرآن باب رزق يحصل فلوس من وراء هذا الشيء، هذا لا يكون ضمن أمورنا، لأن هذا مذموم في الحديث الشريف، من استرزق في القرآن جاء يوم القيامة ووجهه عظم بدون لحم. على كل حال نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وأن نكون خدمة للقرآن، هذا في سعادة دنيوية وفي سعادة أخروية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها